السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم اولى ثانوي الوحدة السادسة درس الثالث والرابع من صفحة 259 ل 260. انتظرونا صفحة 259، ودي اسئلة الجرامر. نذاكر الاول القاعدة قبل ما نحل الاسئلة دي. 1. نوها وود رادر نوها تفضل نقط لانش تناول الغداء ان ذا كلاب في النادي. وود رادر يجي بعدها مصدر على طول، يبقى الاجابة هاف. 2. I soon began أنا إيه؟ سريعا بدأت إن أنا إيه أفهم what the problems were، ما هي إيه المشكلات اللي كانت إيه موجودة. هنركز مع بعض. الفعل ده began هيجي بعديه to المصدر أو الفعل فيه ing، يبقى الإجابة دي to understand. 3. My wife prefers زوجتي تفضل cooking الطهي at home في المنزل نقط فاست فود على شراء الايه الوجبات السريعة، الاكل السريع ده. المهم عندنا الفعل بريفير يفضل شيء على شيء، فهيجي بعديه هنا الفعل فيه اي ان جي ادي كوكينج، وبعدين الشيء الثاني تو الفعل فيه ايه اي ان جي تو باينج على شراء. 4. would you like مع would like هيجي ايه تو المصدر، يبقى الاجابه تو جو. would you like to go out for a meal tonight هل ايه تود او تحب ايه الخروج نتناول وجبة ايه الليلة. 5. داليا وود بريفير مع وود بريفير هنجيب تو المصدر تو هاف، داليا تفضل ان ايه تتناول لانش الغداء في النادي. رقم 6. يو شود افويد الفعل افويد يجي بعد الفعل في اي ان جي ميكينج، يجب عليك تجنب making friends تكون صداقات with such bad people مع الناس اللي مثل هؤلاء الأشرار. 7. the police never allow الشرطة عمرها أبدا ما تسمح بإيه نقط in this area بركن السيارات في هذه المنطقة. الفعل allow يورى فعل على طول، يبقى الفعل في ing parking. 8. مروة recommended مروة إيه وصت بإيه نقط نقط ذات نيو ريستورانت هذا المطعم الجديد، احنا ايه نجرب المطعم الجديد ده. الفعل ريكومند جه بعد فعل على طول، نختار الفعل فيه ايه اي ان جي، يبقى الاجابه تراينج. في رقم 9. اي ريلي ريجريت انا ايه فعلا اندم نقط اب ليت ان انا ايه سهرت ايه متاخر. المهم يعني اي ميسد ذا فيرست ليكتشر انا فاتني المحاضرة الاولى، معنى كده ان الفعل تم ان هو ايه سهر الوقت متأخر، ففي الحالة دي بعد regret هيجي الفعل في ing staying ان الفعل قد تم ان هو سهر يعني. 10. I like listening to Dr. Elbaz انا احب الاستماع الى دكتور الباز not on television هو بيتحدث يعني ايه في التلفزيون. I can't miss لا يمكن ان انا افوت كلمة of his speech من حديثه، معنى كده ان المقصود ايه الاستماع للحديث كله، لما يكون الاستماع للحديث كله هنختار المصدر على طول تبقى توك، لان بيقول هنا ايه ان لا يمكنه يفوت كلمة من الحديث ده، لكن لو استماع لجزء من الحديث كانت هتبقى ايه توكينج. 11. Please remind your brother من فضلك فكر اخوك نقط me the book يعني جيب لي الايه الكتاب he has borrowed اللي هو استعاره. الفعل remind هيجي بعديه تو المصدر to get. 12. The police forced the criminal الشرطة أجبرت المجرم نقط the truth الحقيقة أن يقول الحقيقة بخصوص السرقة. الفعل force هي بعديه تقول مصدر to tell. 13. Would you like مع would like هنجيب تقول مصدر يبقى الإجابة to spend، دي سهلة بقى من الإعدادي. رقم 14. I consider أنا أعتبر زيارة الإيه الأقصر وأسوان ديت my best memory أفضل ذكرى ليا على الإطلاق. المهم الفعل consider يجي بعديه الفعل في ing visiting. 15. I'll never forget أنا عمري ما هنسى نقط داون المقصود هنا إيه عمري ما هنسى تعطل سيارتي in the middle of the road في منتصف الطريق it was terrible كان شيء فظيع. أما قال هنا كان شيء فظيع معنى كده ان ايه الحدث ده تم ان السيارة تعطلت، ففي الحالة دي بعد forget لما يكون الفعل تم هنجيب الفعل في ing. 16. What a terrible thing يا له من شيء فظيع you forgot شوف بقى الفرق ما بين دي ودي انت نسيت نقط the important documents
انك توقع على الوثائق الايه الهامة، هو نسى ان يوقع، يبقى الفعل لم يتم في الحالة ديت، تبقى الاجابة تول مصدر بعد فورجوت، فورجوت دي الماضي من فورجيت، تول مصدر يبقى الاجابة تو ساين. 17 اي فورجوت، انا نسيت نقط ماي ميديسن، ان انا ايه اخد الدواء بتاعي او نسيت ان انا خدته. مهم هنفهم دلوقتي من بقية الجملة، سو اي توك ات توايس، ده انا اخدته مرتين، معنى كده ان الفعل تم، ان هو اخد الدواء مرة فاخده تاني، يبقى الاجابة ايه؟ نسى ان الفعل تم، يبقى الاجابة تيكن، الفعل قد تم لان اخده مرتين فنسى تاني وكرره. 18 ستوب، توقف نقط نويز، توقف عن انك ايه تعمل دوشة. يور فاذر از اسليب، باباك نائم، يعني توقف عن الفعل ستوب زائد الفعل في ان جي ميكينج. صفحة 260، 19 ذا بوست مان، رجال البريد، ستوب لتوقفوا، نقط ليترز الخطابات، المقصود ايه انهم توقفوا لكي ايه يوصلوا الخطابات او توقفوا عن توصيل الخطابات، هنعرف من بقية الجملة. تو ذا هاوسز، المنازل، ان اور اريا، في منطقتنا. ات توك ذيم 30 مينتس، ده استغرق منهم 30 دقيقة، معنى كده ان هو توقفهم لكي، في الحالة دي بقى الفعل ستوب ده هيجي بعديه تو المصدر، يبقى تو ديليفر، توقفوا لكي ايه يوصلوا الخطابات. 20 I was driving along the motorway، كنت بسوق ايه بطول الايه الطريق السريع. when I saw a restaurant، عندما شفت مطعم. so I stopped، لذلك انا توقفت، نقط something، توقفت هنا في الحالة دي ليه بقى؟ عشان أكل شيء ما، ما يتوقف لكي، تبقى تو المصدر زي اللي فوقيها تو ايت. 21 my father usually stops، والدي عادة يتوقف، not us some sweets، يعني عشان ايه يحضر لنا بعض الحلوى. on his way back home، هو راجع للمنزل، يبقى هنا برضك توقف لكي تو جيت. 22 جيهان ريجريس، جيهان تندم على، نقط هير تايم بيفور يسترديز اكزامز، ان هي ايه ضيعت وقتها قبل امتحان الايه امتحانات الامس، يعني تندم على ايه ان الفعل تم، يبقى الاجابه هنا ويستنج، الفعل في اي ان جي بعد الفعل ايه ريجريت. 23 اي ريمبر، انا اتذكر، نقط ذيس يونج مان، مقابلة هذا الايه الشاب. بيفور من قبل، وين اي ووز ان الكسندرية، لما كنت فين في اسكندرية، معنى كده ايه اتذكر مقابلته، يبقى الفعل تم، يبقى الفعل ريممبر هنا في الحالة دي هيجي بعد الفعل في ان جي، الفعل تم اللي هو ايه المقابلة دي يعني. 24 اي ريجريتد، يعني انا ندمت، نقط ماي ماذر وذ ذا هاوس ورك يسترداي، يعني ندمت ايه بقى ان انا ما ساعدتش مامتي بشغل المنزل امس. as she was really ill، لانها كانت ايه فعلا مريضة، فالفعل هنا رجعت لما يكون الفعل ايه تم، هو فعلا بيندم على انه ما ساعدش مامته، يبقى الفعل ده تم ان هو ايه ما ساعدش، يبقى الاجابة الفعل فيه ing بس قبليه هنا نوت عشان المعنى، يبقى نوت helping. 25 on my first day، في اول يوم ليا في المدرسة، I remember، أنا أتذكر، نقط into the classroom، إن أنا دخلت للفصل and seeing my teacher، وشفت إيه مدرسي، يبقى بتذكر إيه حاجة تمت هنا، يبقى الفعل فيه ing going، إن هو دخل الإيه الفصل. 26 I remember، نقط the queen in London، أنا أتذكر مقابلة الإيه الملكة في لندن، هنعرف بقى إن الفعل تم ولا لأ من المعنى اللي بعديها. It was a wonderful day، ده كان يوم رائع، معنى كده ان الفعل تم، فهنا في الحالة دي هنختار الفعل في ايه ing meeting. 27 I advised my children، نصحت اطفالي، نقط their time before the exam، ان هم ايه المعنى كده الا يضيعهم، يبقى not to waste، ما ضيعوش وقتهم قبل الامتحانات. 28 I always hear the birds، أنا دائما أسمع الطيور، not in the mornings، في إيه في الصباح، هنا إيه يعني يسمع جزء من الحدث، عشان مش هيقعد بقى يسمع الطيور إيه تغني طول الوقت وكده، يبقى سمع جزء من الحدث، يبقى الإجابة singing، تغني. 29
I suggest that she not to the hospital tomorrow. أنا أقترح إن هي إيه تذهب للمستشفى غدا. نركز مع بعض هنا، الفعل suggest جه بعديه that، وبعدين هنا في فاعل، فهيجي هنا إيه مصدر أو should زائد المصدر، مفيش should خالص هنا، يبقى الصح جوه علشان محدش يقول ده فيه هنا إيه ضمير هنا اللي هو شي، ده يبقى لازم اختار will جوه عشان تمر. لأ دي قاعدة إيه suggest كده لازم نحفظها. 30 my brother decided not to eat، يعني ايه اخي قرر انه ما ياكلش كتير. اجين تاني to lose weight عشان ايه يفقد ايه وزنه يخس يعني. This means he not a lot، معنى كده انه ايه توقف عن الاكل الكثير، يبقى الاجابه ايه stopped eating، توقف عن انه ايه ياكل كتير. 31 I have a memory، عندي ذكرى ايه that I have met أحمد مكي، أنا قابلت الممثل إيه أحمد مكي في اسكندرية بفور. This means that، معنى الكلام ده إيه؟ أنا أتذكر مقابلة أحمد مكي في اسكندرية. الإجابة دي 32 I remembered to do my homework، يعني أنا افتكرت إن أنا أعمل الواجب before going to bed، قبل الذهاب لإيه للنوم. This means that، معنى كده إنه إيه؟ يعني الأول افتكر ان ايه يعمل الواجب، بعد كده عمل الايه الواجب، يبقى الاجابه سي. First I remembered، الاول انا تذكرت الواجب ده فرحت عامله. 33 I forgot to bring my mobile، انا نسيت ان انا احضر الموبايل بتاعي، نسيته يبقى مش معايا، يبقى ايه this means that، تبقى الاجابه بي. My mobile isn't with me now، مش معي الآن. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.